أهلا بكم أعزائي المشاهدين في أولى فقراتنا لهذا اليوم تعتبر الجبهة الطويلة لدى بعض الأفراد مشكلة في المظهر لذلك لا بد التخلص منها لأنها تتعارض مع معاييرهم الخاصة للجمال مما يجعلهم يتجهون لإجراء عمليات زراعة الشعر والذي والهدف منه تصغير حجم الجبهة من خلال زراعة خط أو خطان من الشعر على طول الجبهة بالقرب من منابت الشعر، خلينا نتعرف أكثر أعزائي المشاهدين على هذا الموضوع، مع ضيفي في الاستديو الدكتور عامر القطماني، استشاري جراحة تجميل وبروفيسور مساعد بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، أهلاً وسهلاً فيك دكتور عامر. أهلاً وسهلاً وأهلاً بكم، وشكراً على الاستضافة مرة ثانية. دكتور لو نبغى ناخذ التعريف العلمي لمفهوم الجبهة الطويلة. آه بسم الله الرحمن الرحيم آه ارتفاع الجبهة يقاس بين آه بروز العظم اللي بين الحاجبين إلى خط الشعر أو بداية فروة الرأس الطبيعي عند النساء يكون بين 5 إلى 6 سنتيمترات آه عند الرجال بين 6 إلى 7 سنتيمترات آم آم وهذا هو قياس علمي آه مما يعكس الجمال ويجب التنويه على ان قياس معايير جمال الجسم بالارقام هو ليس للجبهه فقط بل موجود للانف والوجنتين والشفاه وما الى ذلك. يعني هذا ستاندر ممكن احنا نقول يكون يتبع صحيح. يعني معناتها دكتور ما هي محصوره على الرجال وعلى النساء لا العمليات هذه، لا. طب كيف تتم العمليه هذه؟ العمليه هذه باختصار هي عمليه ازاله الجلد الزائد في الجبهة الطويلة مما يزيد عن خمس إلى ست سنتيمترات <متصفيق> وتقديم فروة الرأس عن طريق توسيعها وتقديمها إلى الأمام للحصول على خط شعر جديد <متصفيق> طب كيف نوعية زراعة الشعر اللي أنتم تزرعوها؟ أنتم إحنا قلنا في المقدمة خط أو خطين يعني ممكن ينزرع خط للشعر على الجبهة دكتور؟ صحيح بس انا عندي ملاحظه م. هو العمليه هي ليست زراعه الشعر فقط م. العمليه هي عمليه جراحيه لتقديم فروه الراس كامله بينما زراعه الشعر هي اخذ بصيلات الشعر سواء بصيله الى ثنتين او اكثر من كذا كوحده وثم زراعتها بفتحات صغيره م. م. فالعمليه الجراحيه هي تطور جديد في هذا النوع من من العمليات طب كيف كيف تحضرون المريض او خطوات العمليه الجراحيه اكثر عشان ما يصير لبس بيننا وبين زراعه زراعه الشعر صحيح الخطوات تقريبا واحده بين الاثنين مم. الاشياء الاساسيه بما انها عمليه اكبر وفيها فتره شفاء تحتاج انها تكون اطول يجب على المرضى التقيد بتعليمات معينه اهمها الامتناع عن اخذ المسيلات الدم او الاعشاب مما يزيد احتماليه حصول مضاعفات بالاضافه للتقيد بالادويه وخاصه مرضى السكري لأن الجرح يكون بعرض الجبهه كامله بالاضافه الى التقيد الارشادات اللي بعد العمليه آه آه غير كذا آه يكون في غيار شئ كبير آه طريقة تصفيف الشعر والاستحمام تكون مختلفة تماما عن, آه آه عن زراعة الشعر يكون في ليات لسحب السوائل تتبقى زي تيوبات يعني صحيح والمريض يخرج من المستشفى فيها ثم تزال بيوم معين غالبا خمس الى سبع ايام بعد العمليه فباختصار هي عمليه اكبر من زراعه الشعر من هو الاقرب لعمل هذه العمليه مقارنه بزراعه الشعر يعني اقولها للمشاهدين باختصار ما نحتاج الى كميه من زراعه الشعر بطول اكثر من ثلاث سنتيمترات او من ثلاث الى اربع سنتيمترات يفضل ان يعيد النظر في زراعه الشعر لان زراعه الشعر في خطوط قد تكون اكثر من اثنين شكلها يكون غير طبيعي بينما العمليه عندما نقدم فروه الراس نقدمها بوجود الشعر بطريقه نموه باتجاهه تماما حتى خط الشعر أم نحاول أن لا نغير من شكل خط الشعر أه بحيث أنه يبان بشكل غير جمالي أو بشكل مصطنع م. يكون أه طبيعي أقرب للطبيعي صحيح غير كذا كثافة الشعر بعد عملية تصغير الجبهة أه تكون وسماكة الشعر يكون أفضل من م. زراعة الشعر طب من وين الشعر هذا يتاخذ اللي على الجبهة؟ احنا نتكلم عن زراعه الشعر او أه عمليه التصغير الشعر اللي على الجبهه من وين تاخذونه بالضبط هل هو من جسم الانسان او في مثلا شعر معين يعني تـ تـ يكون أه مختص لهذه العمليات لا هو هو اذا زراعه فهو من جسم الانسان في <applause> طريقتين طريقه لنأخذ قطعه جلد عاده <applause> هذه من خلف الـ الـ الأذن. من خلف من الراس من الخلف <applause> ثم تصفى إلى شعر بعدد صغير م. وتزرع كل واحدة أو مجموعة على حدة آم أما بالنسبة للعملية فكما ذكرت هو تقديم فروة الرأس كأنه شد يعني. كاملة تقديمها نعم كاملة وإخاطتها في مكان جديد ما أدري دكتور أحس مؤلمة يعني جرح أول شيء عندنا وشد صح. فروة فهل هي مناسبة لكل الأعمار؟ أم هي من ناحيه الالم هي مؤلمه اول يومين فقط قبل <applause> بعد العمليه المرضى عادة يكونوا على نوع معين من المهدئات والمسكنات وهذا شيء ثابت. احس فيها صداع العملية هذه. صحيح <applause> ويمكن اللي عندهم الصداع نصفي او شقيقه يجب ان يجب انتظام على ادوية الصداع يعني هذا قبل معناته إنها انه في مو كل انسان على طول يقدر يخضع لهذه العمليات، لازم يكون في اجراءات طبية قبلها. صحيح. أه. وهذا بشكل عام ينطبق على جميع المرضى ال ال الذين يودون الخضوع <applause> الى عمليه معينه، لكن الكلام عن تصغير الجبهه بالذات لا يوجد عمر معين، اغلب من يخضعون لهذه العمليه يكونون بين عمر 20 و40 سنه او فتره الشباب. لا ينصح بعمل العمليات هذه قبل سن 18 سنه آه لاعطاء الراس فرصه للنمو الكامل احنا بال عندنا صور كمان حتطلع بعد شويه دكتور يعني ممكن احنا حتى نعلق عليها ونوضح للمشاهدين يمكن تقرب الصور عندنا جاهزه خلينا نشوف طيب دكتور هذه زي هذه مثلا آه هذه صوره بعد العمليه آه لاحد مريضاتي اتمنى لو يقدروا يحطوا صوره أم. نعم هذه الصوره من الامام للمريضه قبل العمليه هذول خطين زراعه الشعر لا هذول الخطين هي أم. الخط الخلفي هو مكان الاستئصال والخط الامامي هو الخط الجديد للشعر أم. فاللي احنا نسويه اننا نستأصل الجلد هذا الكامل بين الخطين أم. وتتقدم فروه الراس وتكون في المنطقه الاماميه أم. فهذه المريضه قبل العمليه وهذه نفس المريضة بعد أربعة أشهر من العملية، م. فلو تلاحظي هذه صورة مطابقة، فلو تلاحظي الفرق كانت طول الجبهة تسعة سنتيمترات، تسعة سنتيمترات، نعم بعد العملية أصبحت ست سنتيمترات وهو وهو الطول الطبيعي، نلاحظ أيضا من الصورة هو اختفاء الندبة تقريبا، آآ وهذه آآ نتيجة قطع الجلد القريب من الشعر بطريقة مائلة نسميه تراكوفيتيك بحيث أن ينمو الشعر من خلال الندبة بعد العملية مم. طيب دكتور بعد هذه العمليات في ضمادات صح ولا لا تكون موجودة يعني في كيف يقدرون يعتنون بنفسهم بعد هذه العمليات؟ آه بالنسبة للضماد راح يكون آه آه مقفل مدة أسبوع بعد العملية آه مع وجود اللي زي ما تكلمنا لسحب السوائل آه فالمريض أو المريضة آه لن يستطيعوا الاستحمام خلال الأسبوع أو الخمس أيام هذه آه بعد أول زيارة آه يزال الضماد إحنا نسميه هلمت أو الخوذة لأنه شكله يكون زي الخوذة يعني على كامل الرأس آه الغرض منه آه ليس فقط هو تخ تخبئه مكان العمليه بل يساعد على تخفيف الانتفاخ. آه غالبا نرى بعد هذه العمليات وبفعل الجاذبيه انتفاخ الطبيعي بعد العمليه آه ينزل على الوجه آه وخاصه منطقه الجفون آه فهو شائع جدا ان انا تلقى اتصال مثلا من مريضه تقول ان حجم فتحات فتح العينين اصبح اصغر بسبب التورم والانتفاخ، فهو تاثير غير مباشر على منطقه اخرى بسبب السوائل والانتفاخات الطبيعيه بعد العمليه. طيب دكتور في اقبال على هذه العمليات من من الرجال والنساء؟ في الجواب المختصر في اكيد م. بشرط مشكله هذه العمليات ان اغلب المرضى وخاصه النساء لا يوجد لديهم معلومه بوجود مثل هذا النوع من العمليات م. الناس جميعها تعرف بزراعه الشعر لكن مشكله زراعه الشعر غير انتظام نمو الشعر او شكله هي الوقت الطويل للحصول على النتيجة وخاصة إذا كان المراد مرة طويل دكتور يعني قد إيش ممكن الوقت. بالنسبة لزراعة الشعر قد يحتاجوا أكثر من جلسة <applause> وقد تمتد إلى أكثر من سنة بعد العملية بينما هذه عملية واحدة غالبا ونحن نفضل عمل هذه العملية عند النساء بنفس السبب لأن سمك وكثافة الشعر عند النساء أكثر وخاصة في, في مقدمة آه فروه آه الراس بالاضافه ان النساء آه عامل فقدان او تساقط الشعر آه اللي هو العامل الوراثي يكون اكثر عند الرجال م. ما اللي هو نسميه الميل ميل باترن بولدنس او الصلع ذا نمط آه معين يكون غالبا عند الرجال <applause> طبعا كل الشكر لك دكتور عامر القطماني استشاري جراحة التجميل وبروفيسور مساعد في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية شكرا لك شكرا لكم وأتمنى أن تكون الفائدة وصلت لكم <applause> والمشاهدين إن شاء الله أعزائي المشاهدين فريق إعداد سيدتي أعد لكم هذا التقرير التالي كيف نحصل على ستة حيل لتخفي الجبهة العريضة خلينا نشوف التقرير الجبهة العالية والعريضة هي ميزة جميلة ومثيرة للاهتمام عند المرأة إلا أنه كثيرا ما ينظر لها على أنها من عيوب الجمال الطفيفة لذلك نقدم لك سيدتي بعض النصائح والحيل التي تساعدك على كيفية جعل جبهتك تبدو أصغر حجما تحديد شكل الحاجب لا بد من خلق التوازن بين الحاجبين وخط الشعر والحرص على ملء الفراغات بين حاجبيك تحديد الواجه بالكونتور إن وضع الكونتور على طول خط منبت الشعر يمكنه خلق انطباع بجبهة أصغر وضع أحمر الشفاه الغامق إن كنت من صاحبات الشفاه الممتلئة قومي بوضع أحمر الشفاه بالألوان الغامقة فبذلك تحول الانتباه من جبينك العريض إلى شفاهك المضيئة قومي بقص غرة مناسبة بالحجم والطول لوجهك والتي تساعدك على إخفاء عرض جبهتك وتقلل من طول وجهك أكثري من طبقات شعرك اعتمدي تسريحات الشعر المموج والطبقات الكثيرة فهي تساعد على تقليل عرض الجبهة تجنبي تسريحة الشعر المربوط فان الشعر المربوط المصفف للخلف قد يتسبب بلفت الانتباه الى جبينك لذا عليك ان تتجنبيها اعزائي المشاهدين وبعد هذه النصائح السته برنامج سيدتي مستمر معكم لكن اكيد بعد الفاصل